يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لكرة القدم، والتي هي بلا أدنى شك اللعبة الأشهر والأكثر شعبية في التاريخ. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لعبة كرة القدم لم تكن كما نعرفها اليوم، فلم يكن لها مكتشف واحد، بل هي لعبة تطورت عبر الزمن ومن حضارات مختلفة. ومع ذلك يمكننا القول إن شكلها الحديث بدأ يتكون في إنجلترا في القرن 19 الميلادي. كانت هناك ألعاب عديدة تشبه كرة القدم تلعب في العصور القديمة، مثل لعبة سوغو في الصين عام 206 قبل الميلاد، التي كانت تلعب بكرة مصنوعة من الجلد ومحشوة بالريش. وأيضا في اليونان وروما كانوا يلعبون ألعابا تحتوي على ركل الكرة، مثل لعبة هاربستوم عند الرومان التي كانوا يستخدمون فيها القدمين والأيدي لتحريك الكرة. أما في العصور الوسطى في أوروبا كان الناس يلعبون ألعابا بكرة في الشوارع، وكانت تلك الألعاب غير منظمة تماما وتلعب بين القرى والأحياء. ولكن لاحقا في القرن 19 بدأت الأمور تتغير في بريطانيا، وخصوصا في المدارس العامة الإنجليزية، حيث بدأوا ينظمون اللعبة ويضعون لها قواعد. وفي عام 1848 كتبت أول قواعد للعبة في جامعة كامبريدج، وعرفت باسم قوانين كامبريدج. هذه القواعد كانت محاولة لتوحيد اللعبة. وبعدها في 26 من أكتوبر لعام 1863 تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في لندن، ووضعوا القواعد الأولى للعبة بشكل رسمي في ديسمبر من نفس العام. هذه القواعد كانت بداية كرة القدم الحديثة التي نعرفها اليوم، حيث حددت حجم الملعب وعدد اللاعبين واستخدام الكرة بالأقدام فقط. انتشرت اللعبة بسرعة في جميع أنحاء العالم، وفي أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 بدأت تتشكل اتحادات وطنية لكرة القدم في دول عديدة. وفي 21 من مايو لعام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في باريس، ليكون الهيئة المنظمة للعبة على مستوى العالم. أول بطولة دولية كبيرة كانت الألعاب الأولمبية، حيث انضمت فيها كرة القدم كرياضة أولمبية في عام 1900. وفي عام 1930 أقيمت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في أوروغواي، التي أصبحت من أهم البطولات الرياضية في العالم حتى اليوم. وهنا نستخلص أن كرة القدم تطورت عبر الزمن ومن ثقافات مختلفة، ولا يمكننا تحديد شخص بعينه كمكتشف لها، ولكن من الواضح أن إنجلترا لها دور كبير في تطوير اللعبة بشكلها الحديث الذي نعرفه اليوم، حيث أن اللعبة أصبحت وسيلة للتواصل والتفاعل بين الناس في جميع أنحاء العالم ومحبيها بالملايين في كل مكان.